عم تشوفي تصرفات زبيدة؟ ليش؟ شو صاير؟ ما في شيء، بس بالعرس كانت عم تضحك وتحكي مع قرايبها هداك. ليش اجا على العرس؟ ما كنتي بتعرفي؟ ايه، طلبت مني زبيدة اني اعزمه على العرس فعزمته، بس انا فكرته ما اجا. ديري بالك. انت شو قصدك؟ ها؟ هي مرت اخوك الكبير وهداك ابن خالتها. والله علاقتهم مو عادية ماما. يعني اذا هي قالت ابن خالتها انت فورا بتصدقي الموضوع؟ خلص اسكت، بلاها الحكي اللي بيجيب مشاكل. بس عم نبهك، ديري بالك منهم. كمان صاير عم تطول برا البيت هالايام.